أعزائي المشاهدين، مشاهدين قناة الصحة والجمال، معكم برنامج اكتشاف، وأهلا ومرحبا بكم في يوم جديد وموهبة جديدة. معانا النهاردة موهبة من الصعيد، موهبة يشهد لها منصة التيك توك والفيسبوك، موهبة بتقدم محتوى جميل جدا جدا لو حضراتكم سمعتوا عنه. فيلا بينا نرحب بأصحاب الموهبة. معانا السيد عبد الفتاح والمشهور بجعفر ابو جلبيه. اهلا وسهلا بيك يا حاج سيد. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. معانا عصام جمال، احد افراد الموهوبين معانا. اهلا اهلا وسهلا وسهلا بيك بيك. حضرتك اهلا وسهلا. معانا الحاج ابراهيم عبد الحميد، المؤلف اللي بيألف للمجموعه الحاجات دي. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. ومعانا الطفل النبغة يوسف أحمد. أهلا وسهلا بك يا يوسف. أهلا وسهلا بك. النهاردة هنبتدي يعني السيد أبو جلبية، جعفر أبو جلبية، حضرتك يعني ليه سميت، مع إن اسمك سيد تمام، سميت ليه جعفر أبو جلبية؟ عشان اسم جعفر مشهور عندنا في الصعيد، وأبو جلبية الجلبية عمري ما هطلع منها، فعشان كده سميت جعفر أبو جلبية. تمام. وانت يا عصام، لقيت المحتوى اللي انت بتقدمه لقيت فيه صعوبة؟ لا والله، هو محتوى سهل جدا جدا كمان، بس انا حبيت الموضوع. هو انا اسمي عصام، تمام، وبس في التيك توك وكده اسمي هنداوي، تمام، جيران ابو جلبية في الغيط وفي تمام. البيت، تمام ماشي. وبحب اشارككم حياتهم كلها. طالما جيران في البيت والغيط يبقى اكيد هتشاركهم فرحهم وحزنهم، ده اكيد طبعا. طب يا عصام، سؤال تاني، انت يعني فكره المحتوى تمام جيت منين، وازاي لميتوا المجموعه دي كلها؟ والله هو كان اقتراح سيد ابو جلبي، كان اقتراح كان يعني. اقتراح تمام. معانا كمان المؤلف للمجموعه دي اللي بألف لهم الكلمات وبيألف لهم الحكايات اللي هم بيقوموا بتمثيلها عشان يعملوا محتوى كويس. الحاج ابراهيم، اهلا وسهلا بك يا حاج ابراهيم. اهلا بك يا بني. حضرتك بالنسبه للتأليف، هو هوايه ولا اساس؟ والله هي من بدايه وانا في تاني اعدادي انا كنت بكتب شعر، وكنت يعني كنت ميال للمدرسه بتاع النجل الشعر، فمن خلال الكلام ده كله الجماعه دول لما لقيتهم في جديه في الشغل بتاعهم والعمل بتاعهم طلبوني، فانا عرضت عليهم خدماتي فهم وافقوا على طول، والحمد لله رب العالمين. احنا يعني بنعدل مع بعضينا، بديهم الفكره، بنشوف قال غلط، قال هيتعامل، قال مش هيتعامل، ممكن انا اديهم فكره كده يغيروا فيها، يعني نوافق مع بعضينا على ان احنا نطلع بالموضوع اللي احنا نرتضى بيه كلنا جميعا. يعني مرتبطين مع بعض، مرتبطين بتكملوا مع بعض. بعض بمعنى اصح. مرتبطين بعض. طيب حاج سيد، نقول بقى الحاج سيد ولا جعفر؟ لا، جعفر ابو جلبيه ان شاء الله. طيب يا جعفر، بالنسبه لك ما لقيتش صعوبه في التمثيل؟ لا والله ان شاء الله، يعني ما فيش صعوبه ولا اي حاجه خالص. فانا بشوف عملي وبشوف لقمه عيشي، تمام، وبرجع لوقت الفراغ اما اصور فيه، وربنا كرمني. يعني انتوا بتصوروا في وقت الفراغ، مش شغل اساسي بالنسبه لكم؟ لا، احنا شايفين لقمه عيشنا، تمام، يعني لما نشتغل وممكن نريح يوم كامل نصور فيه 10 فيديوهات 8 فيديوهات نصورهم، والفضل يعني نرجع لعم ابراهيم مساعدنا، تمام، والتيم بتاعي كله مساعدني، واقف جنبي بمعنى اصح يعني. طبعا حضراتكم زي ما انتم سامعين ان هم بيشتغلوا الاول، بيدوروا على لقمه عيشهم، وده النطاق اللي احنا كنا بنتكلم فيه. وقت الفراغ بالنسبه ليهم بيعملوا فيه الفيديوهات دي، يعني الفيديوهات دي مش اساس ليهم، مش لقمه عيش، مش بياكلوا من وراها لقمه عيش. نسال احمد بقى سؤال. يوسف. يوسف، انت ازاي اتعرفت على المجموعه دي؟ ازاي اتعرفت على الناس دي؟ هو كان بيقول لي تعالى تمشي، رحت معاه. تمام. طيب يوسف، بالنسبه جعفر، بالنسبه ليوسف، يوسف سنه مش صغير للتمثيل معاكم؟ لا، انا يوسف اخترته عشان خاطر انا كنت بلاحظ محتويات فيها ناس، يعني كل واحد بيختار واحد معاه، فانا اخترت يوسف، ان يوسف برضه مساعدني،
يوسف عنده موهبه؟ عنده موهبه ومساعدني، واقف جنبي معايا على طول. يعني ممكن ابقى في الشغل يجي في البيت يسال عليا، ما لاقينيش في البيت يروح، لما اجي يروح جايني يقول لي يا عم سيد احنا هنصور، انت عايزين نصور النهارده؟ طيب. ما صورناش. طيب كده يعني. هو الفريق بتاع عملك مكون من 8 افراد، كلهم من نفس البلد اللي انت منها؟ كلهم من نفس البلد. طيب نطلع يا جماعه نشوف حاجه للمحتوى بتاع سيد ابو جلابيه. مش بعرف اعوض ولا بعرف اعوض عشان الطريق جاي. اهلك يا هنداوي. يا سيدي خير يا رب. ابويا بيغرق. ابوك بيغرق يا ابني؟ انا ما بعرفش اعوم، ما بعرفش اعوم، انا بعرف اعوم. طب انا اللي معلمني كيف يغرق. اهو قلبي ده اللي بيغرق واللي سرجن ولا عارف اجيبه بايدي ولا بحبل طويل. اهو قلبي ده اللي بيغرق واللي سرجه النيل ولا عارف اجيبه ايه تعمل لي جول الطاقه معجولة جل مزع الدوا بالمواويل. يا قلبي يا قلبي يا قلبي يا قلبي. طبعا حضراتكم زي ما شفتوا ده محتوى من محتويات المجموعة اللي معانا النهاردة. طبعا كلنا عارفين ان المحتوى بيبقى لفرد، لا ليه فردين ليه ثلاثة بالكتير، بس المحتوى بتاع النهاردة مختلف جدا جدا، كأنه تمثيل في مسلسل احنا عايشينه. محتوى النهاردة مكون من 8 افراد. عصام ما واجهتش مشكلة وانت بتنط في المية؟ لا ولا اي حاجة خالص، انا متعود كده يعني. متعود ان انا هوايتي اصلا السباحة وكده. تمام. طيب سيد اظن انت اللي نطيت اول واحد. صح في المايه. انا اللي كنت بغرق. تمام. بالنسبه ليوسف هو اللي راح زعق جده. يوسف هو اللي بلغ سيده. يوسف منور. طب بالنسبه للتاليف، والله زي ما قلت لحضرتك كده موضوع التاليف ده احنا بقول لك بنقعد الفكره عليهم وبنحاول نعدل فيها، فجت في موضوع البحر ده ان احنا يعني برضو عشان خاطر ندي انطباع للناس ان اي حد بيغرق ولا حاجه يحاول ان في اي فرد ان هو ينقذ او يطلع من المكان اللي هو بيغرق منه. تمام. طيب علشان بس ما نضيعش وقت البرنامج عشان لسه معانا بقيه المجموعه، فاصل ونعود. رجعنا لكم بعد الفاصل مع مجموعة جديدة من بقية المجموعة الأولى بتاعة جعفر أبو جلابية. نرحب باللي معانا ياسر شعبان. أهلا وسهلا بحضرتك. السيد صلاح أهلا وسهلا بيك. جمال عبد الحميد أهلا بيك. عبدو هنداوي أهلا بيك، منورين. بالنسبة لك يا حاج ياسر، طبعا حضرتك كنت العمده من شويه. لا طبعا انا كبير المجموعه، طبعا كبير العيله، فلذلك هو شايل الهم عنهم في كل حاجه. تمام. فطبعا بيبلغوني باي حاجه بتحصل. طبعا اللي هو ابن ابو جلابيه ده اللي هو ابن ابني يوسف اسمه شحته طبعا في ال فطبعا بيجي اي خبر يروح مبلغني بيه على طول. ايه الحاجه يا سيدي، ايه الحاجه يا سيدي، طبعا ايه. فبضطر ان انا لازم اشيل همهم في كل حاجه. تمام. هو اللي انتم بتصوروه هو الواقع. هو الواقع. تمام. طب بالنسبه لكم في ترابط غير الفيديوهات يعني حتى في الواقع غير الفيديو اللي بيجمعكم في ترابط بينكم؟ ايوه هو في ترابط طبعا، لان احنا قريه يعتبر كلنا يعتبر واحد.
فيها تمام. المسيحي فينا زي المسلم كلنا واحد تمام. ولذلك بنحب الخير لكل لبعضينا يعني في اي حاجه، في الحزن تلاقينا، في الفرح تلاقينا، كلنا ترابط واحد يعني. تمام. طب بالنسبه لجمال ايه اخبارك في التصوير معاهم؟ مايك انا اخبار ان انا دخلت معاهم واي حاجه تقول لي عليها اعملها يرن عليا يقول لي مثلا عندنا تصوير دلوقتي اروح جاي لهم وكده. تمام. وانت يا عبدو؟ انا كنت اول حاجه مسكت دور الاخرس تمام وما عجبنيش بامانه. ما عجبكش؟ السيد اخترع له دور الثاني الدغ عجبني وطلع حلو يعني. بس انا كملت معاهم وهو الأخير بتاع ال تمام. طب بالنسبة للتصوير بقى، نيجي بقى لركن التصوير. التصوير التصوير متعب معاك ولا عادي؟ لا هو عادي تمام، بس الفيديو مثلا لو صورناه مرة وما عجبناش بنحب ان احنا نعيده مرة تانية. نعيده مرة تانية وبنختار مثلا الحاجة اللي بتتعمل الفيديو مثلا اللي هو بيبقى موجود ونركب عليه مثلا أغنية. تمام. نحاول على قد ما نقدر نحاول نغير مثلا من لون الطبيعه، يعني مثلا زي الفيديو بتاع البحر ده كده غيرنا منظر بتاع المايه وكده. طيب مين بيمنتج لك الفيديوهات بتاعتك دي؟ يعتبر انا برضو مثلا في التركيب تصوير وتركيب ومنتج في نفس الوقت وبركب مثلا الفيديوهات وركب اغاني نشيل صوت نركب صوت الكلام ده كله. طيب نحب نشوف حاجه للمجموعه مره ثانيه. كله شير كده الله يفكر يا اخواتي، كله يكبس الله عليك، يا ريت كله كده يبعد لكم ورد. الله عليك يا ابو نواف، الله عليك الله عليك، كله شد وكبس يا رجاله، كله شد وكبس يا رجاله، الله عليك يا رجاله، الله عليك الله عليك، كله كده يا ريت كله يبعد اسد، كله شير الله يفكر، يا ريت كله شير كله يبعد اسد. النت دخل الصعيد وفتح لايف، انا اول مره اعرف ان اللايف نزل الصعيد، انا مش عارف اول مره اشوف كده بصراحه. انا مش كده يا جماعه، خلي بالك كفو منك كفو. ده عارف كفو يا اسطى، ده عارف كفو، اول مره اعرف كده يا عمده. الله عليك الله عليك الله ده مش خالص، خلي بالك. شوف يا عم السعيد اللي بيقول لك ده محدش فاهم بيفتح لايف، بص السعيد بيعملوا ايه. بص يا عم انت وهو انتوا منين يا عم؟ انتوا منين؟ احنا من القاهره. اصل انتوا غربه عن المكان يا حبيبي. ما احنا جايين سياحه هنا وماشيين تاني. ايوه يعني، وسامعك انت بتتكلم كده وتقول وتتكلم على الراجل اللي هنا ده. الراجل اللي كان فاتح لايف؟ انا بيني وبينك انا اول مره اعرف ان في واحد صعيدي بيفتح لايف. يا حبيبي ده كان جاي ابوه وامه جايين هنا الشغل في الصعيد. مات ابوه وامه هو اللي قاعد هنا. الصعيد بالذات رجاله. ما ينفعش فيهم الكلام اللي انت بتقول عليه ده. وتتريق اللي انت بتتريق عليه تتريق على واحد من الصعيدي. لان هو ده سابوه هنا، سابوه هنا هو اللي قاعد لنا هنا. لكن الصعيدي صعيدي اصلي، الصعيدي ما بيتجزاش، الرجوله فيه تلاقي فيه كل حاجه. اي نعم عنده النخوه، فما ينفعش يا حبيبي تتكلم مع اي حد وتقول عليه صعيدي. مش اي حد وبس هتقول عليه صعيدي وتهزك فينا. الرجوله يا حبيبي حط تحتها مليون خط، الرجوله يعني الصعيدي. خلاص يا حبيبي، نصيحه لكل الناس، مش اي حد لابس جلابيه يبقى صعيد. مش عشان خاطر الظروف اللي خلت ان هو يبقى واخد شغل في الصعيد ولابس جلابيه يبقى يتقال عليه صعيد. الصعيدي عادات وتجارب. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الفيديو الثاني محتوى هادف غير الاولاني. الفيديو الاولاني يمكن تلاقي فيه اختلاف جامد، ان هو مثلا ترفيهي، في شويه حزين، في شويه رساله. الفيديو الثاني طبعا دي رساله ومحتوى، ده اصلي ليهم وتاليفهم هم، وده شغل المجموعه اللي عباره عن 8 او 9 افراد. نرجع للحاج مره تانية. بالنسبه للمحتوى الاخير ده في رساله تقريبا، هو في رساله، لاني طبعا مش انا الاونه الاخيره ديت بنسمع ان يعني الناس اما تلبخ كتير جوه في الصعيد. فاحنا معلش زي بعض، هو مش الصعيدي معروف طبعا مهما كان يعني، حتى يعني الصعيدي الرجوله سابقاه بشهامته وكل حاجه فيه. أكيد. فمش معقوله مش اي حد مثلا زي بعضه هجيبه انا كده واقول عليه صعيدي. لا مش اصل الكلمه نفسها دي لوحدها يعني، مش عارف والله. الفيديو ده يعني حيركوا دوخوا كتير على هو ما عملتوه؟ هو ما دوخناش، لان ده طالع من صميمنا من جوانا. تمام. طالع من جوانا احنا، لان احنا اصلا يعني فرد من افراد من الصعيد.
ولذلك رساله بنبلغها لاي حد تسول لنفسه انه يجيب الصعيد باي كلمه يعني. اكيد احنا كلنا طبعا كل واحد بيعمل محتوى وكله تمام وكله الدنيا كلها يعني صعيد او غير صعيد. الشكر ليهم ولاي حد بيعمل محتوى هادف الشكر ليه، واحنا بندعمهم البرنامج بتاعنا لكل محتوى هادف. طب بالنسبه لك المقابلات بتاعتكم بتتعبكم كتير على بال ما بتتقابلوا مع بعض؟ انا بشتغل كل يوم جنبنا في المركز كده مستشفى شغال كهرباء اصلا شغال في الكهرباء دي، باجي يوم الجمعه ببقى عندي اجازه بروح معاهم اسجل مثلا 4 5 هم بينزلون بقى كلهم بينزلوا يعني واحد. يعني انتوا في يوم واحد التصوير بتاعكم بس او في وقت الفراغ زي ما كل واحد ورا التزامات ورا شغل كده يعني. طيب بالنسبة لجعفر أبو جلابية، هو الاسم يعني كلكم اللي اخترعتوه؟ وبالنسبة لأي المجموعة بتاعتكم اسمها يعني المجموعة كلها اتحطت في كيان إنسان واحد اللي هو سيد. وكلكم يعني ما اختلفتوش؟ هو أي حاجة واحد مثلا بيقول أي حاجة بنقترح عليها كلنا مثلا ونشوف الأفضل إيه ونعمله يعني. مثلا بالنسبة للاسم هو حيرنا شويه بحيث ان احنا ركبنا مثلا الاسم على بعضيه. تمام. وفي نفس الوقت الحياه موجوده مثلا جعفر مذكور كتير قوي في الصعيد. ابو جلابيه لان كل الصعيد اللي بيلبس جلابيه. فاحنا ركبنا ده على ده وده الاسم يعني بتاعنا. واي فيديو مثلا بنعمله بنحاول ان احنا مثلا نقول فكره مره واثنين وثلاثه ولو ما طلعش كويس لا بنحاول فيه مره ثاني حتى في التصوير. لو شفت مثلا تصويره بيبقى مثلا مش كويس بقول لهم بس بيعيدوا ثاني. تمام. بنحاول نشوف الافضل ايه ونعمل مثلا يعني بنحاول ان احنا نجتهد يعني. ما فيش فيديو حصل اختلفتوا عليه يعني صورتوه بعد كده قلتوا لا هنقدمه على منصه او قلتوا لا مش هنقدمه يعني خلافات من دي في اي تصوير بالنسبه لكم عشان انتوا مجموعه كتيره. تمام. في واحد بيبقى ليه مثلا كذا راي يعني مثلا واحد يقول لك الفيديو ده كويس واحد بيقول لك لا ده مثلا مش كويس بنحاول ناخد راي ده وراي ده ونضمه مع بعضيهم طبعا بنطلع فكره كويسه مثلا. تمام. بنحاول ان احنا لقينا مثلا الفيديو اللي احنا بنعمله مثلا طريقته مش كويسه لا بنلغيه خالص ونشوف فكره جديده. تمام. وانت بقى بالنسبه لك في دراسه ولا مفيش؟ لا في بروح الدراسه واجي اليوم اللي فيه تصوير بروح اصور معاهم وكده واول ما يرن عليا بجيله. طب كلمه اخيره تحب توجهها لصاحب محتوى من سنك يعني رساله من عندك تحب توجهها لصاحب يعني محتوى بيعمل زيك بمعنى صح تحب توجه له ايه تقول له ايه؟ احب اقول ان هو يكمل وربنا يكرمه وكده. تمام. وانت حضرتك؟ لا هو بدا في طريق يكمله للاخر. تمام. وحضرتك؟ انا طبعا بقول لهم يا ريت المحتوى يكون هاتف ويكون موصل معلومه حتى للي يسمع كده حتى مثلا عشان مثلا ما يعني عشان الناس اللي بتسمع يتابع مثلا ويعرف لو في نصيحه لو في اي حاجه توصل له هو بسرعه. تمام. وانت؟ بحب لاي حد بيعمل اي محتوى. في ناس كانت بتقول لنا انتوا بتتغاظوا من الناس والكلام ده بس احنا عندنا كله عادي يعني. تمام. كلنا حبايب يعني مفيش حاجه خالص. طبعا اعزائي المشاهدين كنتم مع مجموعه مش فرد او اثنين من صناع المحتوى رجال الصعيد المجموعه باسم جعفر ابو جلابيه. وشكرا لكم ونتمنى من ربنا تكونوا استمتعتوا معانا وان شاء الله باذن الله اشوفكم الاثنين الجاي مع حلقه جديده من برنامجكم اكتشاف.